مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. في الفقره العاب الاخرى دايما بنقدم الجديد، دايما بنقدم ابطالنا، دايما بنشوف ابطالنا وهم حقين ميداليات في مراكز كبيره، مركز اول ومركز ثاني ومركز ثالث، دايما بنطالب ابطالنا بالذهب. لكن معانا النهارده ابطال من نوع خاص، ابطال لعبه قتاليه، وهي لعبه قتاليه الوحيده اللي جوه النادي الاهلي، وهي لعبه الكاراتيه. دايما مشرفينا على المستوى العربي والمستوى الافريقي والمستوى العالمي وكل حاجه، قريب جدا هتكون في الاولمبياد، نتمنى لهم ان شاء الله باذن الله ان هم يتواصلوا ويحصدوا ميداليات اكتر في المرحله اللي جايه. معانا المدرب كابتن خالد فضل. مساء الخير يا كابتن خالد. مساء النور كابتن خالد، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ والله الحمد لله تمام. الحمد لله كابتن خالد. الكاراتيه بخير؟ كله بخير الحمد تمام. لله. ومعانا كابتن مريم صلاح. مساء الخير يا كابتن مريم. اهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. لابسه احمر النهارده؟ شجع الاهلي قوي؟ قوي. مفيش هزار. تمام. ومعانا كابتن اسلام حسني. مساء الخير يا كابتن اسلام. مساء النور. اهلا بحضرتك. ومعانا كابتن علي الكومي. ايوه اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن علي، هنبدا من عند حضرتك وهنتكلم على، انا لسه كنا بنتكلم عن بطولات العالم القديمه اللي هي كانت في اندونيسيا. تمام. وكنتوا انتوا ثلاثه متواجدين هناك. تمام. وحصد ميداليات في مراكز الاولى. تقولين ايه على بطوله اندونيسيا اللي حصل فيها؟ والله بطوله اندونيسيا دي كانت من اقوى البطولات. هو عامه المين ايفنت بتاعنا في السنه بيبقى بطوله العالم، بنبقى شغالين طول السنه على الايفنت ده. فاحنا الحمد لله في اندونيسيا عرفنا ان احنا نحصد عدد كبير جدا من الميداليات، وكان انجاز تاريخي لمصر. زي ما متعودين دايما في الكاراتيه ان احنا مصر كانت طلعت ترتيب عام تاني. وده كان حاجه كويسه جدا ومشرفه جدا. البطوله طبعا كانت صعبه، انت عندك لعيبه من كل بلاد العالم كلهم ابطال. منافسه كانت صعبه، بس احنا الحمد لله كنا قدها وقدرنا ان احنا كل واحد في المكان بتاعه يحصد الميداليه بتاعته، وده كان التارجت بتاع اللعيبه. بالظبط بالظبط. كابتن خالد، لو بصينا لبطولات الكاراتيه وبصينا لعيبه النادي الاهلي، انا عارف ان لعبه الكاراتيه لعبه اعضاء 100% في النادي الاهلي. ده حقيقي، مفيش حد ما ناخدش حد من بره النادي، الكلام ده مظبوط؟ ده حقيقي مظبوط. طيب احنا دايما ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جهاز يعني مكتمل الجوائز او مكتمل المراكز ما شاء الله، ودايما بنحصل بطولات افريقيا والعربيه وبطولات العالم. قول لي التكوين ده حصل ازاي في النادي الاهلي؟ هو حضرتك في منظومه من ضمن منظومه النادي الاهلي منظومه الكاراتيه. تمام. منظومه الكاراتيه منظومه كبيره قامت على رئيس جهاز ومدير جهاز ومدير فني ومدربين. تمام. بدا الامر اتخذ قرار ان الاعتماد على لعيب النادي الاهلي الاعضاء العاملين فقط. تمام. مش عايزين اعضاء رياضيين. حصل من هنا اتبنى قاعده ناشئين وناشئات. مجالس الاداره على مدار العصور النادي الاهلي ساعد الجهاز الفني انه يقدر ينتج لعيبه دوليين، وفر للجهاز احتكاكين في السنه دولي، من ضمنهم طلع اسلام وطلع مريم وطلع علي القومي وطلع الدكتوره جيانا وطلع الدكتور مهند. دكتور مهند بجدي عضو مجلس الاداره دلوقتي. ده حقيقي. تمام. ده اصفر قبل ما تدينا فرصه المنتخبات الاحتكاكات، فكان ثابت للنادي الاهلي احتكاكين دوليين في السنه. دول فرقوا مع لاعبتنا ما شاء الله. احنا مش ثلاث ابطال العالميين اسلام وعلي ومريم، احنا ابتديناهم بالدكتور مهند وهو القدوه للاعيبه كلها، ثم الدكتوره جيانا، ثم في كريم ابو عيطه، محمد رمضان، مريم، علي القومي، اسلام، اسماء كبيره، اسماء كتيره جدا. فالمنظومه طلعت ابطال عالم، وان شاء الله باذن الله يكونوا اولمبيين باذن الله. فالجهاز تعب قوي على مدار كبير قوي عشان يبقى في منظومه. ولو سمحت لي حضرتك كابتن خالد اقول اتفضل ان كيان النادي الاهلي ككل في الرياضه انا بعتبره مش كيان، انا بعتبره دوله الرياضه. دوله الرياضه. النادي الاهلي دوله، دوله رياضه بالنسبه لمصر. يعني راس الهرم ثم المنظومة، كل الأجهزة الفنية، هو اتحاد جوه اتحاد. كل ده بيساعد الفرق جوه النادي الأهلي إنها يبقى عندها أبطالها الدوليين اللي بتغذي بيهم منتخبات مصر. فمنظومة الكاراتيه منظومة من ضمن الأجهزة الفنية اللي في دولة رياضة النادي الأهلي. دكتور مراد عاصم رئيس الجهاز على مدار السنين اللي فاتت تعب عشان يعمل قاعدة لعيبة وقاعدة مدربين محليين ودوليين، وكمان أنتج لنا الدكتور مهند عضو مجلس إدارة.
فالمنظومة طلعت لعيبة دوليين مدربين دوليين، ثم انتجت في النهاية الدكتور مهند اللي هو ضمن منظومة الكاراتية عضو مجلس بتشرفوا بيه تماما في ابنكم. هو حبيب الملايين، دي حقيقة. هو قدوة لكل شاب مش داخل النادي الأهلي في الكاراتيه بس، خلقا رياضيا 4 مرات بطل العالم ما شاء الله، فهو مثل أعلى للعيبة النادي الأهلي ولعيبة الكاراتيه في منتخب مصر وكاد يكون في الوطن العربي. فمنظومة كبيرة قوي بتيجي تحت المسمى الكبير دولة النادي الأهلي الرياضي. مريم قولي لي بطولة عربية أخبارنا إيه؟ عملنا إيه في بطولة عربية؟ وليه بقى كده الإنجازات وإيه اللي حصل فيها؟ الحمد لله جبت أول ما شاء الله. طبعا كسبنا مين بقى؟ كسبت، هي بتبقى بطولة عربية فيها دول عربية كلها يعني، أنا كسبت العراق ولبنان. عامة البطولة العربية بيبقى يعني ليها لما كنا على أرضنا بيبقى ليها بريشر مختلف شوية، علشان أي ميدالية غير الأول بتبقى أكنها مش ميدالية بالظبط. بس فده كان البريشر يعني في الموضوع. بس البطولة كانت قوية، احتكاك كويس. بس طب قولي لي مريم، الماتش الصعب اللي انت حسيتي الماتش ده قريب معاكي؟ ما حسيتش قوي كده في البطولة العربية. يعني كنت جاهزة نفسيا للبطولة. كابتن خالد كان شغال معايا قبليها في النادي شبه يوميا بنتمرن. ففي البطولة الحمد لله يعني ما واجهتش في البطولة العربية يعني ما واجهتش صعوبة قوي يعني. لكن بتقابلي في المستوى العالمي. المستوى العالمي هو ده المستوى اللي احنا بنترجت دايما. ما شاء الله. اسلام دلوقتي احنا مش بنترجت بطولة عربية وبنترجت مستويات عالمية. قريب جدا ان خلاص لعبة العاب الكاراتيه هتخش الاولمبياد. شايف ايه لما تخش الاولمبياد؟ دايما بيقولوا احنا بنكون ابطال عالم في لعبة، ولما تخش الاولمبياد الدنيا بتختلف. قول لي شايفها ازاي؟ هو الموضوع ده في جزء صح، لان الالعاب اللي قبل ما تخش الاولمبياد في دول كتير ما بتهتمش بالالعاب دي من كل الاتجاهات يعني، كدعم مادي واعلامي وكده ما بيبقاش موجود في الدول، معظم الدول في الالعاب الفرديه خصوصا الالعاب اللي هي مش اولمبيه ما بيسلطوش عليها الضوء. بتبدا بقى الدول بره لما تخش اللعبه دي تخش اولمبيات، بيبدا الدوله ان هي بتهتم جدا بالميداليات دي، وده ظهر عندنا من السنه دي في الكاراتيه. احنا اعلنا لعبه اولمبيه حوالي من سنه. من السنه دي بدا دول كتير تظهر على منصات التتويج ما كانش ظاهره من سنين فاتت. دول شرق اسيا ودول امريكا بدات تظهر ما كانتش موجوده عندنا في الكاراتيه. فده هيبقى تحدي كبير جدا للعباد المصريين. ان احنا واحنا متعودين دايما ان احنا الحمد لله باقل الامكانيات بنقدر نوصل لمستوى كبير جدا ومستوى مشرف يعني. فان شاء الله يعني التحدي هيبقى كبير، بس ان شاء الله ربنا معانا باذن الله. ان شاء الله احنا قد. علي قول لي حققت كام بطوله مع النادي؟ مع النادي الاهلي الحمد لله من صغري، من وانا عندي 10 سنين دايما بحقق القاهره والجمهوريه. الحمد لله برضو لما دخلنا المنتخب كان دايما النادي الاهلي واقف ورانا. حققت مع المنتخب، انا جايب اول بحر متوسط سنتين على التوالي ما شاء الله، اول عرب سنتين على التوالي برضو، اول كاس عالم. الحمد لله البطولات دي كان دايما المنتخب واقف ورانا، النادي الاهلي كان واقف ورانا. دكتور مراد عاصم دكتور محمد حسن كان بيكلمنا في التليفون شخصيا يشجعنا. طبعا ما اقدرش انسى فضل المدربين اللي كانوا بيقفوا ورايا. فالحمد لله يعني هي منظومه كامله بتخلينا نوصل للنجاح ده اللي احنا عاوزينه. لازم لما اشوف بطل عائله اساله سؤال مهم، هو انت رحت ملعب الكاراتيه ازاي؟ يعني وصلت الملعب ده ازاي؟ من صغري يعني. من صغرك رحت ازاي؟ يعني دخلت الملعب، انا كنت لعيب هاندبول اتبسطت قعدت في الهاندبول وقعدت مع اصحابي. انت رحت ملعب الكاراتيه ازاي؟ وصلت الصاله ازاي؟ انا بدات الموضوع ده من وانا عندي 4 سنين، انا ليا اخ اكبر مني. هو كان بيلعب، بلس كمان ان انا بابا يعني كان بيلعب رياضات كتيره جدا، فهو كان مشجع حته الرياضه دي جدا، كان دايما واقف ورانا بابا وماما. فهو من ساعه ما كنت بشوف اخويا، ان هو اخويا كان ابتدى بالكاراتيه، ابتديت اشوف بروح معاه الصاله زي اي طفل صغير وقعد يجرب الحركات ويعمل وشطان بقى في لو عايز تضرب بقى وتتخانق كده صح؟ فالموضوع ابتدى كده يعني، حبيت اللعبه. حبيت ان هي الرياضه نفسها اسمها الدفاع عن النفس. دي حقيقه، مش ان انت بتبلطج على حد بقى وكده، انت بتلعب كاراتيه ولعبه عنيفه وكده. لا، انت بتدافع عن نفسك، بتعرف ازاي تدافع عن نفسك بطريقه راقيه
فهي ابتديت ان انا عجبتني اللعبه. كان المجتمع اللي فيها كان كويس قوي يعني. منظومه دي حقيقه. فده اللي خلاني ان انا حبيت اللعبه وكملت فيها لحد دلوقتي يعني. هايل. مريم لازم نتكلم على ابطال هنسيب كابتن خالد شويه بس هنكلمه طبعا في حاجات. مريم قولي لي دور الاسره. اكيد احنا زمان كنت بروح وكابتن خالد كان بيروح لوحده في الملعب غيركم خالص. قولي لي دور الاسره معاكي. هو بابا وماما الصراحه بيعملوا مجهود جبار بجد. طب بقول لك ايه، هسالك بس، انا خريج الكلمه والله، بس هو سؤال دايما بيراودني، لو غلطتي في حاجه بيقولوا لك ايه يعني؟ قولي لي كده بقى، في قاعده في البيت وكلام وزعيق وكده ولا ايه؟ لا يعني مش قوي كده يعني. طيب بس على حسب، لو يعني قبل البطولات قوي بيبقوا حريصين انهم يوفروا لي جو مناسب ليا، يعني يحضروا معايا تماريني، يشجعوني نفسيا، حتى لو يعني بيسيبوا دور التوجيه وكده للكباتن، بس دايما بيبقوا معايا في ظهري في كل حاجه يعني. بس بيروحوا معايا كل حته، مش بيسيبوني خالص يعني خالص. صراحه. عندك اخوات؟ مين؟ محمد صلاح هو برده بطل عالم زي كاراتيه. تمام. واخويا بقى الصغير احمد لسه ان شاء الله وناوي. برده بتزقيه على ملعب الكاراتيه؟ يعني. طب لو راح لعب كوره هتقولي له حاجه؟ لا عادي، هو حر. هتسيبيه؟ مش لازم كل يلعب كاراتيه. كابتن خالد دور مهم جدا لاولياء الامور او اعضاء النادي، ودي حقيقه غيرنا زمان يعني. زمان انا وانت كنا نروح الملعب ده حقيقي لوحدينا، لكن دلوقتي بقى في دور او دور فعال ودور مساعد لاولياء الامور، تقول عليهم ايه؟ ولي الامر تعبان جدا، فاحنا اي مكسب لعلي او لاسلام او لمريم او لاي لاعب في النادي احنا بنهديه الاول لولي الامر، لان هو تعبان جدا. واحنا يعني كولي امر شايف المعاناه ان هو يروح شغله ويجي يودي ابنه وحطه تحت ستريس، ولكن ساعات بيتجه الى السلبيه. ايوه هي الحته دي المهمه بقى. بالظبط ده حقيقي يعني. الايجابيه ان احنا فعلا بنشوف تعبهم وحرصهم على اولادهم وعايزين، ولكن السلبيه بتيجي بان هو عايزه يعني عايز كل حاجه زي ما هو عايز كولي امر. مش قادر يشوف ان في منظومه ليها كيان جوه دوله الرياضه النادي الاهلي، ان كل حاجه ليها مسؤولينها. فهو انا شخصيا بعذرهم، لان ولي الامر حابب ابنه يكون كويس طبعا باي طريقه، ولكن تدخلهم ساعات بيؤدي الى السلبيه. والسلبيه دي بتؤدي الى مشاكل تدريب، ممكن المنتال، هو بقى المدرب هو اللي هيشوف كل ده. بتيجي دايما بتيجي على اللعيبه السلبيه دي، بتيجي على اللعيبه مش بتيجي على المدرب. هو هتيجي على المدرب برضه، لانه هو اللي هيعالج ده. هيعالج اللاعب ازاي من المنتال، يخرجه للحاله دي، ان هو يوصله لحاله الاستقرار عشان يرجع للوضع كما هو عليه. ولكن يعني هو مش الغالبيه العظمى، عشان الواحد يكون امين، مش الغالبيه العظمى. في ناس بتبقى متفهمه جدا وتبقى قاعده مشاهد وشايفه ان زي ما هو مسؤول في عمله وما بيخليش حد يتدخل فيه. بالظبط. هو ما بيدخلش. ولكن برضو انا بعذر الناس اللي بتتدخل من منتهى الحرص على انهم، بس يعني ده بيبقى بزياده شويه، بيؤدي الى سلبيات على اللاعب. عايز اقول بصراحه، اتفضل. لازم اقوله للناس يعني، بقول لكم مفيش مدرب في الدنيا عايز يخسر، مفيش مدرب في الدنيا في لعبه فرديه عايز 10 لعيبه لازم يكونوا 10 ابطال عالم. صدقوني المدرب اللي واقف جوه الملعب ده عايز كل لعيبته يكونوا ابطال وكل لعيبته يجيبوا مراكز، بس هي مش هقول قدرات، هي بتحصل فوارق، ممكن تكون حالات نفسيه، ممكن تكون اي حاجه. ولا يا كابتن؟ ده حقيقه، بتفق مع حضرتك كابتن خالد، لان هو الاستعجال على الولد او البنت ان هو عايزه بطل، وعفوا ممكن يكون ناظر لولد جنبه تايبا، هي زي ما حضرتك قلت قدرات، هو ربنا كاتب له كده ان هو ده توقيته. هو ده توقيته، هو ده اللي عايزين نقوله للناس، توقيت ابنك جاي. بالظبط. بس يسيبه يمشي الستبس عشان ما يتحرقش. لان لو احنا استعجلنا هيتحرق ومش هيبقى موجود في مجال الرياضه. واحنا مكسبنا الوحيد ان احنا نخلي كل ولاد النادي الاهلي بيلعبوا رياضه، لان هو ده هدف ان احنا نحميهم من اي شيء. ده الهدف الاسمى. ده حقيقي. دي حقيقه. قول لي يا علي، بطولاتنا ايه في اللي جاي؟ عندنا ايه داخلين على ايه؟ ايه المراحل اللي جايه اللي داخلين عليها؟ هو احنا المفروض كنا بنحضر لبطوله العالم. كويس. بس حصلت ظروف ما، ان ممكن احتمال ما يبقاش في سفر لبطوله العالم. البطوله الجايه المفروض في السيزون الثاني المفروض بنبتدي بطولات محليه. كويس. ايه البطولات المحليه؟ بطولات محليه زي الدوري المصري. ده اهم حاجه، بطوله كاس مصر، بطوله الجامعات.
ده في المحلي. بالنسبة بقى للحاجات الدولية مفروض نتيجة بطولات، نتمنى طبعا النادي الأهلي يدعمنا في الموضوع ده، بطولات السيريس ايه، بطولات البريم ليج، الكلام ده كله بنبتدي بيه. وطبعا بنوصل في نهاية السيزون برضو لبطولة العالم دي بتبقى المين ايفنت بتاعت السنة كلها، وده اللي احنا بنأمل ليه يعني. طبعا احنا أملنا كله باصين دلوقتي على الأولمبياد 2020 يا ربنا يكرمنا كلنا فيها يا رب، وده اللي بشغالين عليه يعني من دلوقتي يا ربنا يكرم ان شاء الله. قول لي يا اسلام دلوقتي اللي جاي عندنا في فرق منافسه اكيد في مصر، مين اللي الفرق اللي بتنافس النادي الاهلي في منظومه الكاراتيه؟ مين الفرق اللي بتنافسنا؟ مين الفرق اللي بتنافس على مستوى الكات احنا؟ يعني الحمد لله الاهلي ملوش منافس، احنا بقى لنا 9 سنين على التوالي. انا كنت عايز اقول لك كده بس انا مش قادر اقول كده بصراحه. لا هو يعني لازم عارف لازم بس فعلا لازم في حد بيكون. لازم الناس تعرف لازم الناس تعرف فرقتها فين. احنا كفرقه رجال كاتا نادي الاهلي بقى لنا 9 سنين ما شاء الله على التوالي بندرع الدرع ما خرجش من عندنا اللهم لا حسد يعني ما شاء الله 9 سنين تمام. ومن اصل 13 مسابقه احنا خسرانين 2 بس، مره جبنا تاني ومره جبنا تالت بس، ده من بدايه تكوينكم، من بدايه تكوين الفرقه من اجيال سبقتنا كتير. كويس 9 سنين متتاليه احنا الاول، انا حضرت منهم اخر 5 سنين بقالي 5 سنين ما واقدر اقول لحضرتك ما فيش حتى تنافسيه على الملعب، احنا ماتشاتنا بتخلص في الاعلام لما 5 حكام قاعدين ماتشاتنا أيوة. بتخلص 5-0 ما فيش منافس للاهلي في معظم الالعاب مش الكاراتيه بس ما شاء الله بس يعني ما شاء الله يعني. طيب هنخرج من المتنافس المحلي وهنخرج على المستوى الاكبر شويه الافريقي، مين بينافسنا؟ المستوى الافريقي ممكن نلاقي دول زي الجزائر تونس بس برضو مش بقوه زي ما كابتن مريم قالت، حتى في البطوله العربيه ما نقدرش نقول احنا جايبين مثلا، احنا الفرق بيننا مركز، احنا مصر خدت ترتيب عام اول، فرق بيننا وبين المركز الثاني 10 ميداليات ذهب ما شاء الله. ف على مستوى احنا بننافس كمصر وخصوصا في لعبه الكاراتيه احنا موجودين ممكن نقول تاني او تالت دوله في العالم يعني، منافسين الدول مثلا زي اليابان اصل اللعبه، او مثلا زي مثلا تركيا في بطوله من بطولات فرنسا الكلام ده، انما احنا متربعين على العرش بقالنا كتير يعني الحمد لله في اللعبه محليا ودوليا ما شاء الله. بص مش عايزين اللهم حسب بس انا هستناك في الفترات ان شاء الله. عفوا مريم قولي لي بتدرسي ايه؟ تدرسي ايه؟ في هندسه عين شمس ما شاء الله مهندسه زي طب الحمد لله. قولي لي ازاي بنوفق بين الدراسه وبين بطله العالم؟ هو في اوقات حاجات بتيجي على حاجات بس بحاول يعني اوفق في الوقت وكده يعني عمري ما حسيت ان الحاجتين جم على بعض الصراحه يعني على طول ببقى يعني بعرف اوفق يعني على طول. بتعرفي توفقي بين الاثنين؟ كابتن خالد قول لي شايف المرحله اللي جايه بالنسبه لابطالنا عشان نوصل للاولمبياد، لان زي ما اسلام قال نقطه مهمه بنختلف الدول اللي هتيجي تخش على الاولمبياد هتختلف، شايف المرحله دي ازاي في السنتين الجايين؟ هو اوريدي مجلس اداره النادي الاهلي وافق ان في ميزانيه للاعيبي النادي الاهلي اللي هم مصنفين ضمن ال 50 ان هم يشاركوا في السيريس اي والبريمير ليج، ده اوريدي موجود. تمام. هل ممكن القاعده تتفتح للكاتا لان هو كان على الكوميتي، لان الاولمبياد هيبقى فيها كوميتي ما فيهاش كاتا. كويس. ف احنا اوريدي النادي الاهلي مش متاخر عن ده، ده بامانه شديده. في ميزانيه بادجت محطوط ان لاعبتنا اللي مش هتطلع مع المنتخب وجوه ال 50 النادي الاهلي هيطلعهم على حسابه. تمام. فده طريق للاولمبياد بدايه، لان كل شهر في بطوله. اذا الاتحاد طلع البطوله دي اوكي، ما كانش يبقى النادي الاهلي هيطلع. احنا اقرب حد بالنسبه لنا جوه النادي الاهلي للاولمبياد هي الدكتور رجال، لان هو على الرانك الاولمبي اللي لسه نازل تقريبا من اسبوع، هو اول حد بس مشوار طويل جدا. لسه 2019 كلها بريمير ليج وسيريس ايه، فبأيد طلب علي ان احنا اذا كان البادجت اوريدي موجود فاحنا نزود البادجت تشارك الدكتوره جيانا في السيريس اي والبريمير ليج والابطال برضو اللي هم قريبين اللي ممكن من السيريس اي اقدر اخش جوه ال 50. في مريم موجوده، في ابطال الكاتا علي واسلام يقدروا يشاركوا، في احمد اشرف، في مين تاني في البنات
ده كل ابطالنا يعني اي شام كل ابطالنا اعتقد الكاراتيه مليء بالابطال. احنا ما شاء الله يعني صاله الكاراتيه جوه النادي الاهلي نتمنى ان احنا كمان فوق المدرجات نحط نحط الصور ابطالنا صراحه حاجه مشرفه جدا. والواحد الصاله دايما يدور كلها ابطال كاتا وابطال كوميتيه ما شاء الله. فالنادي الاهلي مش بخلان بده فعلا في بادجت محتاجين بقى ان احنا اذا 2020 داخل الاولمبياد الكاراتيه نرجع. انا نفسي في ده بصراحه لان ده عمل طفره مع لاعبتنا كلها ان يبقى معمول حساب منظومه الكاراتيه في السفريتين الدوليتين وتحط لها تقنين لان ده فعلا هو اللي انجب الدكتور مهند وانجب الدكتور جيانا وانجب علي وانجب اسلام وانجب مريم وانجب كريم محمد رمضان ايه محمود يعني انجب كتير. فانا بتمنى ده بامانه وبضم صوت للسرعه. اعتقد ان مجلس اداره النادي الاهلي هيدخل على الفرقه الرياضيه كلها وبيدعمها كل الدعم وهيدعمها في اللي جاي باذن الله. الوقت سريع اتاخرنا معلش الطريق كان انا عارف بس لازم اقول كلمات سريعه. كلمه لجمهور النادي الاهلي عشان يجي صاله الكاراتيه ويشجع ابطال الكاراتيه ابطال العالم. كلمه ليهم ادعموا كل الالعاب. يعني الجمهور ساعات بيروح ماتشات لفرق كتير احنا مش هنخذلكم عمرنا ما خذلناكم كاجيال كلها. ابداوا اعرفوا عن اللعبه واحضروها هنشرفكم كتير كتير قوي في البطولات المحليه وهتسمعوا عننا كتير. يعني ان شاء الله يكون احسن ان شاء الله. اسلام كلمه اخيره للاسره مريم. هقول لهم شكرا بجد من غيركم ما كنتش هبقى هنا او ما كنتش هوصل لوصلت له. كلمه اخيره للجهاز الفني للكاراتيه. طبعا احب اشكرهم وعلى الدعم اللي هم دايما دعمهم لنا داعمين دايما لينا يعني واحب ان هم دايما ان شاء الله مش هنخذلكم ودايما ان شاء الله في تفوق. كابتن خالد كلمه اخيره من حضرتك لمجلس اداره النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي انا قلت في بدايه الحلقه ان هو مش كيان لا هو دوله الرياضه في مصر وقد تكون في الوطن العربي والإفريقي. بنشكرهم على دعمهم دايما ونتمنى لهم دايما التوفيق ونتمنى مزيد من الدعم لمنظومة الكاراتيه في النادي الأهلي. أنا بشكركم شكرا جزيلا جميعا. معلش الوقت سريع أنا كنت أتمنى أقعد معاهم دول أبطال عالم لازم نفتح لهم حلقات تانية هيكونوا موجودين معانا. بشكركم جميعا شكرا كابتن خالد كابتن مريم كابتن إسلام كابتن علي ودايما على تواصل مع كل الالعاب الرياضيه ودايما مستمرين في انجازات الالعاب الرياضيه والفرق الرياضيه ونجوم الفرق الرياضيه في النادي الاهلي. استنونا كل يوم من السبت للخميس من الساعه 7 ل 10 والاهلي ليله. شكرا والى اللقاء.